بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وخاتم المرسلين. أهلا بكم في الجزء السادس من سلسلة دروس الثري دي ماكس، بيقدمها لكم موقع وقف أونلاين وبشتغل فيها معكم أخوكم في الله أمين خالد. عرفنا في الدروس اللي فاتت برنامج الماكس هو عبارة عن برنامج جرافيك ثلاثي الأبعاد. عرفنا يعني إيه ثلاثي الأبعاد، عرفنا الفرق بين ثلاثي الأبعاد وثنائي الأبعاد، عرفنا الراستر والفيكتور، عرفنا الورك فلو جوه برنامج الماكس، عرفنا الانترفيس واجهة الماكس ومكوناتها. وفي الفيديو اللي فات عرفنا ايه هي الفيبورتس اللي هي الشباك اللي بتبص منه على عالم ثلاثي الابعاد بتاعك، وازاي بتتحكم فيها وتغير الاوبشنز بتاعتها، وازاي تعمل نافيجيشن جوه. دلوقتي هنعمل اول خطوة في الورك فلو بتاعتنا اللي هي خطوة الموديل. احنا قلنا اول خطوة اللي هي الموديلنج، بعدها حاجة اسمها ماتيريالز ولايتس، وبعدين انيميشنز، وبعد الريندر وهكذا. فاول خطوة عندنا ان انت تعمل موديلنج نمذجة للحاجة دي. فالخطوة دي الموديلنج بتنقسم لحاجتين اتنين، كرييت وموديفاي. احنا قلنا دي الكوماند بانل طبعا، وقلنا بتتقسم لست اجزاء، اول اتنين منهم اللي هما كرييت وموديفاي، ودول اللي هنتكلم عليهم النهارده بطريقة اولية. قلنا اول حاجة عشان نكبر الفيبورت الت و دبليو يكبر الفيبورت معانا، او نضغط على الماكسيمايز. احنا هنا كبرنا الفيبورت. عشان تعمل تنشئ العالم بتاعك ثلاثي الابعاد تعمل له كرييت وموديفاي. كرييت تنشئ اجسام بسيطة هما حاطينهم لك هنا، وتعمل موديفاي عليها بحيث توصلها للشكل اللي انت عايزه، او ممكن تسيبها من غير موديفاي، بس ده نادر يعني ما تستخدم حاجه من غير ما تعمل لها موديفاي. فانت بتعمل كرييت الاول للجسم، وبعد كده تعمل موديفاي عليه، تعديل عليه. ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها كرييت بطريقه سريعه كده. احنا شايفين كرييت تحتها كذا كاتيجوري، كذا تقسيمه، في عندنا الجيومتري والشيبس واللايتس والكاميراز والهيلبرز والسبيس واربز والسيستمز. هنتكلم عن السبع اقسام دول دلوقتي بطريقه سريعه عشان تبقى عارف بس ايه كل واحده من دول. هنتكلم بطريقه سريعه مش بالتفصيل، ان شاء الله كل واحده هتاخد مجالها بعدين. اول حاجه جيومتري. جيومتري يعني مجسمات، اشكال مجسمه ثلاثيه الابعاد زي ما اتكلمنا قبل كده. الجيومتري دي تحتها كمان في كذا كاتيجوري، يعني تحت الكرييت في كذا كاتيجوري، وتحت كل كاتيجوري منهم في كذا تقسيمه. يبقى الجيومتري في تحتها كذا تقسيمه، في عندك حاجه اسمها ستاندرد اللي هي الاشكال القياسيه، عندك حاجه اسمها اكستنتد حاجه متقدمه شويه، عندك حاجه اسمها كومباوند حاجه معقده بتتكون من حاجتين اتنين. ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل، بس تبقى عارف الاول ان الجيومتري في تحتيه كذا اختيار. خلينا احنا دلوقتي في الاول حاجة اللي هي الستاندرد بريمتيف. الستاندرد يعني اولية. ايه هي اللي تحت الاشكال الاولية في الجيومتر المجسمات؟ عندنا كذا حاجة هنا، البوكس، صندوق، كون، سفير. تعال نشوفهم الاول بدل ما احنا بنتكلم كده كلام مرسل. البوكس اللي هو الصندوق، سفير اللي هي الكرة، جيوسفير كرة برضو بس بطريقة تانية، هنقول الفرق ما بينهم دلوقتي. الكون اللي هو المخروط، السلندر اسطوانة، تيوب اسطوانة برضو بس مخرومة، انبوبة زي ما يقال. المفروض دلوقتي احنا نكون متمكنين من اوامر البان والزوم والاوربت والحاجات دي. حاجة تانية اسمها تورس، حاجة زي العوامة كده. عندنا البلان اللي هو مستوى بس. عندنا التيبوت اللي هو براد الشاي اللي اتكلمنا اللي عملناه المرة اللي فاتت. يبقى الاشكال اللي قصادنا دي كلها هي الاشكال الاوليه اللي موجوده في الجيومتري. احنا كده عملنا كرييت للاشكال الاوليه. طب ازاي انا عملنا الكرييت ده؟ انت لو جيت جربت وقفت على التيبوت كده هتلاقي هو متاكتف معاك ازرق. اوقف في اي منطقه في الفراغ، في اي منطقه جوه الفيبورت يعني عامه، واضغط كليك مع السحب
خلي ايدك على الكليك مع السحب، هتلاقي الحاجة بتتكون معاك وبتكبر طول ما انت بتسحب. لو قربت كده انت بتتحكم في الحجم بتاعها. وخلي بالك الراديوس هنا اللي هو البارامتر الاولاني هتلاقيه بيتغير معاك كل ما انت بتغيره. فانت هنا مثلا تشوف الحجم المناسب، واول ما تسيب ايدك كده اتحدد الحجم بتاع التيبوت بتاعتك. خلي بالك هنا هو لسه متأكتف، يعني لو ضغطت تاني وسحبت هتعمل واحد كمان وواحد كمان وواحد كمان. ازاي بقى تكنسل ده؟ احنا قلنا كليك يمين تكنسل الحكاية دي. طب احنا عملنا التيبوت ده بخطوة واحدة اللي هو كليك مع الدراج، لانه هو ليه بارامتر واحد، ليه بعد واحد. لو عندنا حاجة مثلا زي البوكس ليها بعدين، بعدين اللي هو القاعدة والارتفاع، هتضغط مع السحب يبقى انت كده عملت اول بعد اللي هو القاعدة بتاعته، وتسيب يبقى انت كده هتحدد تاني بعد. اول ما تضغط كليك يبقى كده الصندوق اتعمل. يبقى في حالة ان الجسم الاولي بتاعك ليه كذا بارامتر، تعال نشوف حاجة كده ليها كذا بارامتر. تعال مثلا للتيوب، التيوب دي ليها كذا بارامتر، ليها الراديوس واحد، الراديوس اللي هو الخارجي، الراديوس اتنين اللي هو الداخلي، وليه الهايت اللي هو الارتفاع. يبقى زي ما اتكلمنا اول بعد بتضغط مع السحب يبقى انت كده حددت الراديوس الخارجي، وبعدين تشيل ايدك من على الكليك يبقى انت كده حددته فعلا. بعد كده تحدد الراديوس اللي داخلي مش بالسحب بقى، بضغطة واحدة. ساعة ما تحدده اضغط كليك يبقى هو كده اتحدد معاك، يبقى انت كده اتنقلت للتالت اللي هو الارتفاع الهايت، سواء لفوق او لتحت اضغط كليك يبقى انت كده خلصت الجسم بتاعك. يبقى اتمنى انك دلوقتي تفتح برنامج الماكس اللي موجود عندك، وتدخل على قائمة كرييت جيومتري الستاندرد، وتمسك كل واحد من الاشكال الاولية دول وتقعد تكريته، تشوف بيتكريت ازاي، تكريت بوكس، تكريت اسطوانة، تقعد تكريت الحاجات اللي هي موجودة قصادك في الاشكال الاولية. احنا عملنا زوم اكستنتس اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي بالزد عشان تقرب من الاشكال اللي موجودة عندك في الجسم بتاع في الفيو بورد بتاعك. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنعمل كرييت للاجسام، او الطريقة دي لاي حاجة انت بتعملها كرييت جوه الماكس عموما، ان انت تضغط اول بارامتر تضغط مع السحب، وبعد كده تسيب ايدك حددت انت كده اول بارامتر، بعد كده كليك التانية تحدد البارامتر التالت. طب هل انت عملت الصندوق ده، هل هو هيتنيه ثابت؟ يعني هو مش هينفع يتغير عن الحجم ده؟ لا، دي بقى فايدة قائمة موديفاي. انت لو دخلت على موديفاي ومسكت الصندوق تاني هتلاقي الابعاد بتاعته الظاهرة هنا، انت ممكن تتحكم فيها زي ما انت عايز. ده 150، عايز انت تخليه 100 تكتب 100 وهيبقى هو 100 معاك. تلاحظ ان هو اتغير البعد هنا، نخلي ده 100 برضو، قول له 100 انتر هتلاقي اتغير البعد. نخلي ده 100 برضو، 100 وانتر هتلاقي اتغير البعد بتاعك. خلينا ماسكين احنا الصندوق ده عشان نشوف شوية اوبشنز فيه برضو. شايفين احنا حاجة عندنا هنا اسمها سيجمنتس، لينس سيجمنتس، ويدث سيجمنتس، هايت سيجمنتس. السيجمنتس دي موجودة في كل الاشكال، لو لقيت في البوكس هتلاقي في سيجمنتس، لو لقيت في التورس هتلاقي فيه. السايدس دي هي نفس السيجمنتس برضه، وفي سيجمنتس فوق، بس السايدس والسيجمنتس يعتبروا واحد. هنبينها دلوقتي، ده هيبان في السلندر برضه، هتلاقي فيه سايدس وهتلاقي فيه كاب سيجمنتس وواي سيجمنتس. هنبين ايه هي السيجمنتس دلوقتي، خلينا في الاول في البوكس حاجة بسيطة عشان تفهم ايه هي السيجمنتس دي. هو هنا كلها واحد، تخليها مثلا دي خمسة ودي خمسة ودي خمسة. ايه اللي اتغير؟ انت مش شايف حاجه اتغيرت. ليه مش شايف حاجه اتغيرت؟ لان احنا هنا مش عاملين الايدجز بتاعتنا ظاهره زي ما احنا اتكلمنا، تضغط اف 4 عشان تظهر الايدجز بتاعتك. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان كل جسم بيتكون من نقط وايدجز وبعدين اسطح، فاحنا هنا لو خلينا دي زي ما كانت واحد ودي واحد ودي واحد، يبقى احنا عندنا هنا الصندوق ده بيتكون من كل سطح منه بيتكون من سطح واحد بس، وكل ايدج منه هي ايدج واحدة بس، يعني هي ايدج واحدة كلها على بعض. فاحنا هنا لو غيرنا اللينس
السيجمنتس خلناه 2، هتلاقي هنا اللينس سيجمنتس اللي هي الايدجز دي ما بقتش ايدج واحده، بقت ايدجين، دي بقت لوحدها ودي لوحدها، ودي برضو بدل ما يبقوا 2 هنا ده هيزود لها واحده. فانت كل ما تزود هيزود التقسيمات بتاعتها، التقسيمات دي بقى كل واحده من دي بقت بولوجن، ده كده بولوجن لوحده وده بولوجن لوحده وده بولوجن لوحده، كل واحده من دول سطح، الاسطح دي مع كلها بتكون الوجه ده، في حين ان الوجه ده سطح لوحده. يبقى هو نفس الصندوق ونفس الشكل، لو لغيت الايدجز مش هيبان معاك، هو نفس الشكل بالظبط، بس الايدجز دي هتفرق معاك لما تيجي تعمل موديفاي بعد كده، تغير فيها وتغير في شكل الجسم، فدي هي اللي هتسهل لك الحكايه دي بعد كده. فانت هتعرف بعد كده ازاي تحدد عدد السيجمنتس بتاعتك من الهدف اللي انت عامل الصندوق من عشانه اصلا، يعني انت هتعمل الصندوق عشان حاجه معينه، يبقى انت هتبقى عارف السيجمنتس بتاعتك قد ايه، ممكن تخليها واحد، ممكن تزودها على حسب الحاجه اللي انت عايز الصندوق عشانها. يبقى ده انت اللي هتحدد بعد كده عدد السيجمنتس بتاعتك قد ايه، بس تبقى عارف ان السيجمنتس دي هي تقسيمات الايدجز بتاعت الصندوق. هنا انت غيرت ده مثلا، قول نخليه 10، ونغير التاني برضو، قول هنا الويدث هيبقى 10، هتلاقي دي اتقسمت 10 تقسيمات بالعرض كده، ولو خلينا دي 10 يبقى انت كده قسمته الارتفاع بتاعه لعشر مستويات، يبقى كل مربع من دول، اسف 10، يبقى كل مربع من دول هو بوليجون لوحده، وكل البوليجونات دي بتعمل الوجه ده، يبقى اسف معلش، يبقى كل الوجه ده بيتكون من عدد من البوليجونز، والوجه ده بيتكون من عدد من البوليجونز، وهكذا. ده ليه بقى؟ ده عشان لما تيجي تعمل موديفاي انت عايز تتحكم في الحته دي لوحدها، في الحته دي لوحدها، يبقى التحكم عندك يبقى سهل احسن ما يبقى كله بوليجون واحد. قلنا اف 4 بيلغي الايدجز ويظهرها تاني، خلينا ظاهرين الايدجز دلوقتي عشان نتكلم عليه. لو جينا للسلندر عشان نبين لكم برضو حته الايدجز دي، فيها في حاجه لازم تعرفها عن البرنامج الماكس، ان هو ما عندوش حاجه اسمها دايره، ما عندوش حاجه اسمها منحنى، هو عنده نقطه وخط، نقطه ونقطه وبينهم خط، الخط ده مستقيم، مفيش شايفين قصادنا خط مستقيم، يبقى هو ما عندوش حاجة اسمها منحنى. هو عنده حاجة اسمها منحنى اسمها باتشي، بس دي مش هنتكلم عليها بعدين، مش ده مجالنا دلوقتي يعني. المهم ان هو ما بيعمل سلندر ما بيعملهاش دايرة، هي بتبقى مجموعة خطوط مستقيمة متوصلة ببعض، بحيث تعمل لك في الاخر شكل قريب من شكل الدايرة. عشان نبين لك الحتة دي، فين السلندر؟ دي السلندر اللي احنا عاملينها، قرب كده هتلاقي ايه، ده خط مستقيم، ده خط مستقيم، ده خط مستقيم، يبقى دي كلها خطوط مستقيمه عامله لك شكل قريب من الدائره. ايه اللي بيتغير، ايه اللي بيتحكم بقى في عدد الاوجه بتاعته؟ دي الحاجه اللي هي السايز بتاعتك. بعيد عن الموضوع ده، في حاجه تعرفها جوه الماكس، انت لو جيت في السهمين اللي جنب بعض دول، دي حاجه اسمها سبينر، سبينر دي اللي بتتحكم في اللي جنبها، تطلع فوق تزود، تنزل تحت تقلل، ولو ضغطت على كليك يمين هتعمل لك توصل لك لأقل حاجة ممكنة. لو ضغطت هنا كليك يمين هتلاقي وصل لك 3، يبقى أقل حاجة ممكن تتكتب هنا 3، يبقى دي نفس السلندر اللي احنا كلنا شايفينها، بس بأقل عدد الأوجه اللي هي 3. لو زودت لها وجه تبقى 4، تبقى كده مثلا، تقعد تزود لها أوجه لحد ما توصل لشكل الدايرة اللي انت تبقى باينة معاك ان هي دايرة فعلا، ما تبقاش باينة الخطوط بتاعتها، ما تبقاش باينه، يبقى باينه من بعيد كده ان هي دايره. في حاجه كمان لازم تعرفها بالنسبه للسلندر، اللي هي السموس. انت هنا شايف السلندر بتاعتك مش واضح اول حته اللي هي بتاعت ان كل واحد من دول خط مستقيم، عشان ابين لك الحاجه اللي هتكلم عليها دلوقتي. شايف انت السموث ديت، شيل انت اللي تشك ده، هتلاقي ظاهر هنا عندك كل سطح تحس بان ان هو منفصل عن الحاجه التانية، يعني بان ان مفيش تدرج في الالوان. انا بعمل لك الحاجه دي لان هو ده هي خاصيه معموله في الماكس، اللي هي خاصيه السموث ديت. هما زي ما قلت لحضرتك مفيش حاجه في الماكس اسمها منحنى، مفيش حاجه اسمها دايره، فبالتالي هما كانوا لازم أن يوجدوا حل عشان يحلوا المشكلة دي كده، دي هتبان دي بلون وده بلون وده بلون، مش هيبقى كده شكلها واقعي.
فهم عملوا حاجة اسمها سموس أو التنعيم. التنعيم ده بيعمل ايه؟ ما بيخليش السطح ده لون واحد، لا بياخدوا تدريجة لون من هنا لهنا، وده برضو تدريجة لون من هنا لهنا، بحيث يبقى كله سايح في بعضه كده، كل الألوان داخلة في بعضها، بحيث يبان ان الشكل ده فعلا اسطواني. يبقى دي الحتة بتاعة السموس اللي كنا احنا بنتكلم عليها، دي مش في السلندر بس، دي في اي حاجة واخدة شكل دائري. يعني معلش هنعمل ريسيت للجهاز، اما تعمل ريسيت تضغط على القائمة الرئيسية وتعمل ريسيت، دي بيرجع لك للأول خالص، بيلغي لك كل اللي كان موجود عشان ايه نعرف نتكلم يبان الحاجة اللي احنا هنعملها دلوقتي. اما تعمل سفير والجيو سفير اللي احنا قلنا عليها دول اللي هنفرق ما بينهم دلوقتي، واضغط F4 عشان تبان الايدجز، هي نفس الكرة، هي نفس الكرة بشكلها من غير الايدجز، بس لو ظهرت الايدجز هتلاقي دي تكوينها مختلف عن دي، دي تكوينها البولوجنز بتاعتها مختلف عن التكوين بتوع دول، مع ان في الاخر بيطلعوا نفس الشكل الاتنين، بس التكوين بتاع السفير العادية غير التكوين بتاع الجيو سفير، تمام؟ التكوين اللي هو في الايدجز وكده. انا كنت بعمل لكم الحاجة دي دلوقتي عشان ابين لكم الحتة التانية بتاعت السموث برضو. هنا برضو نفس الحكاية، انت عايز تغير في الريديوس تغير في الريديوس، عايز تغير في السيجمنت تغير فيها. هنا السموث بقى لو لغيتها هتلاقي كل بوليجون من دول واخد شكل لوحده، واخد لون لوحده، مش باين ان دي كورة على الاطلاق. يعني لو لغيت كده الايدجز هتلاقي باين ان هي ايه، مجموعة بوليجونز متوصلة ببعض وباينة خالص ان هي شكلها مش كورة. تعمل السموث هنا هتلاقي واخد لك تدريجة اللون، هو مبينها لك واخدها من هنا كده عشان نبين تدريجة اللون ده اكتر. تعال نقلل السيجمنتس لأقل حاجة خالص، اضغط كليك يمين نزود شوية، معلش هي دلوقتي مجموعة بوليجونز قليلة جدا هي اللي عاملة الدايرة، المفروض ده لون وده لون وده لون مختلف، مش لون مختلف آسف، درجة اللون اللي هي الظل يعني زي ما اتكلمنا قبل كده. لو عملت سموث خدت بالك ايه اللي حصل؟ هتلاقي ده نفس الجسم بس خد تدريجة لون من هنا لهنا، وده خد معاه من هنا لهنا، بحيث يدخلوا كله في بعض، بحيث تبان كأنها كورة قصادنا، ما تعرفش ان ديت مجموعة بوليجونز مسطحة متوصلة ببعض. يبقى دي خاص حاجة الماكس عملها عشان يحل المشكلة ان هو ما بيعرفش يتعامل مع الاشكال المنحنيات والمدورة والحاجات دي. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده هنكمل بقية الفيديو ان شاء الله في الجزء اللي جاي، هنتكلم عن بقية الاشكال الموجودة في الكرييت، بقية الحاجات اللي موجودة في الكرييت. احنا اتكلمنا النهاردة عن قائمة كرييت وقائمة مودفاي، ازاي انت تعمل كرييت لجيومتري من الاجسام الاولية اللي هي المجسمات الاولية، البوكس او الكون او السفير او التيوب او البيراميد والبلين والحاجات دي كلها، وعرفنا البارامتر الابعاد بتاعتها، واذا كانت بعد واحد او بعدين او ثلاثة تعملها ازاي، الخطوات بتاعتها، وعرفنا ايه هو السموس، وعرفنا السيجمنتز وازاي بتتحكم فيها، وعرفنا ان انت بعد ما تعمل الحاجة ممكن تدخل على الموديفاي وتعدل فيها زي ما انت عايز، وتعدل في السموس بتاعتها والسيجمنتز بتاعتها وكل الحاجات دي. يا ريت تفتح الماكس وتقعد تعمل الاشكال الاوليه ديت، وبعد كده تدخل على الموديفاي وتشوف الاعدادات بتاعتها ايه، وتقعد تغير وتعمل اللي انت شايفه ده كله، بحيث تتعود ان انت تعمل كرييت وموديفاي جوه الماكس. ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنتعلم اكتر عن الجيومتري، هنتعلم ايه الحاجات التانية الموجودة في الجيومتري، ونتعلم ايه هي بقية الكاتيجوريز اللي ممكن نعمل لها كرييت، ايه هي بقية الحاجات اللي ممكن نعمل لها كرييت. ده ان شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.